في عناوين النشرة: أليكسا تبيض المرتفعات وتقطع طرقا. شي نورمال يعني. ولادة رضيع في صقيع المخيم. هذا الطفل شو مصيره؟ هذا الطفل هنا بهالمكان هذا. العفو الدولية تنتقد أوروبا بسبب اللاجئين. غرق طفل فلسطيني مهاجر مع أمه في البحر. إحنا مهجرين ومعطرين. والسلطات السورية تطلق العشرات من سجن حلب. ملك الرمال ينطلق في دمشق. حتى اللي بيحملوا هوية سورية طلعوا خارج سوريا، هدول عم يربوا في أحضان الرمال. لبنان في المرتبة السادسة على لائحة الخطف. تفاصيل هذه العناوين وغيرها ترقبوها بعد قليل.